وشوشة. عندنا احنا في مصر بيسموه مهرجانات ومش عارف ايه وكده، في برا في امريكا اسمها البلاكات، اللي هم النجر، اللي هم الناس السمر دول، دي بالنسبة لهم دي بلاكات، هتلاقيها حتى مزكتهم. بس طبعا هم عشان عندهم إلكتريك ساونز أكتر وحاجات كتير، يعني عندهم حاجات يعني أقوى من عندنا، فتلاقي عيني هم طالعين هناك بشكل غني وإحنا طالعين هنا كأن إحنا بخبط في الحلل. بصي، هو لون من الألوان اللي طبيعي جدا جدا مع الموضة إن أنت بتسمعيها، يعني انت حتى لو انت حبيت انك ما تسمعيهاش هتلاقي الشارع فارضها عليكي، فاذا ده نجاح. بس هو تقدري تقولي موضه، او تقدري تقولي ان الولاد عملوا حاجه فضربت فالناس كلها بتسمعها فمش عارف ايه. انا مش حاطه اسم المهرجانات تحت لاين معين. عايزه اقول لك ان الموضوع مختلف، بس هقول لك ان ده مسموع جدا بره، وعايز اقول لك ان بتوع المهرجانات دول بيسافروا الدول اللي بره اكتر من اي حد. فانا بجد انا مش عايزه يعني استثني حد، بس انا اللي بقول لك كل بتوع المهرجانات بيسافروا بره.